يا مساء الفل على احلى عيون متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ اللي لسه بيشوفني لاول مره يخش يعمل لي لايك ويعمل لي شير واشتراك على القناه علشان خاطر يوصلوا لاي جديد. طيب احنا النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل كفته بالبرغل. طيب الكفته بالبرغل دي هتعمليها وان شاء الله ان شاء الله مش هتحسي باي فرق خالص، زيها زي اللي ورا. يلا بينا اقول لك هنعمل ايه. معانا نص كيلو لحمة مفرومة ولازم يكون فيها نسبة دهن بسيطة كده، ومعايا كوباية برغل انا نقعاها في ربع كوباية مية وسايباها هي هتشربها لوحدها، وانت ممكن تعصريها لو لقيتي فيها شوية مية تعصريها. معايا هنا بصلاية انا فرماها وشايلة منها المية خالص، انا عصرتها من المية خالص. معايا هنا حتة ليا صغيرة، وطبعا اللي حابب يحط ليا يحطه، اللي مش حابب ما يحطش بجحته. انا بحبها طعمها زي طعم الحاتي اللي بره، اللي هو حاطط عليها حته ليا. طيب ايه التوابل اللي معايا؟ التوابل اللي معايا انا حاطه ملح وفلفل اسود، حاطه بابريكا، حاطه هنا معايا توم باودر، بصل باودر، ومعايا معلقه بيكنج باودر. ما تستغربيش انا حاطه عليها معلقه بيكنج باودر، ودوت هتجربيها وهتشوف الفرق زيها زي المره اللي فاتت ولا لا. طيب يلا بينا بقى هنجربها ونعجنها ونشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ هننزل اهوت النص كيلو لحمه، وهننزل عليها البرغل والبصله. انا بحاول اعمل بسرعه علشان خاطر انا عارفه ان مش يعني متحبوش ان يكون الفيديو طويل. وايه هنحط كمان كل التوابل، هعجنها وهرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده انا بصوا يعني انا بدعك فيها، هي الكفته بتحتاج تدعكي فيها شويه. لو انت عندك كبه اديها كده ايه فرمه فيها، لو ما عندكيش ممكن انت تدعكي فيها دعكه حلوه كده، وبعدين تروحي مدخلاها التلاجة تتشمع نص ساعه وتطلع ايه مصبحها مع بعض. دلوقتي بصوا حبايبي قلبي، انا دلوقتي طلعتها من التلاجة. يعني عايز بس اعرفكم حاجة، تعرفين هي كويسة وناجحة معاكي ازاي؟ لما تلاقي فيها خيوط، لما تلاقي فيها خيوط كده اعرفي ان هي ناجحة معاكي وحلوة الحمد لله. طيب انا معايا ايه هنا؟ انا معانا هنا دوت عصرة البصل اللي انا عصرتها، البصلة اللي انا عصرتها ده المية بتاعتها. ومعايا هنا بشر طماطم، معايا هنا معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل صغيرة، معلقه سكر. تمام، ليه السكر؟ هقول لك ليه. نحط الاول هنا بشره الطماطم، واحط هنا الملح والفلفل الاسود ومعلقه السكر. وهقلبهم وهرجع لكم تاني. طيب انا خلاص هنا قلبتها، قلبت ايه هنا؟ قلبت هنا بشره البصل على بشره الطماطم على معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود. انت لو بقى عندك اي حاجه تصبعي عليها صبعي، لو عندك عصيان شيش طاووق اعملي، انا مش عندي، فانا عندي المعلقه الخشب ديت. هعمل ايه؟ هبل ايدي هنا في الحاجات اللي انا عملتها، اللي هي الملح والسكر والطماطم والبصل، واخد من هنا حتة لحمة وهبتدي ان انا ايه اصبعها على العصاية. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، اعمليه كبير علشان خاطر ممكن تكش شوية معاكي في الشوي وانت بتشويها. بص هنطلعها اهو، بصي مفتحها ازاي، انا عايزاها كده. هعمل بقى باقي اللحمه معاكم وارجع لكم تاني. انا لسه اهو يا جماعه بصبع، واحط ايدي هنا في الميه اللي هي بالبصل والطماطم والملح والفلفل الاسود ومعلقه السكر. ليه بقى حطينا معلقه السكر؟ معلقه السكر دي هتخليها وهي بقى بتتشوي هتديها حمران وحلاوه مش قادره اقول لك عليها. انا بقى لاحظت حاجه في الفيديوهات اللي انا عملتها، ان انا بقول كلمه تمام تمام، انا ما كنتش عارفه ان انا يعني معلقه على الكلمه ديت، هحاول اخد بالي منها. بصوا بقى الصباع حبيت اوريه لكم اهو، ما بيقعش ولا بيتفك ولا اي حاجه اهو، وبيتخلع معانا بكل سهوله.
مفتح معانا اهو زي ما انتوا شايفين. طيب انا عامله ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي حاطه ادي المجموعه اهيت يا جماعه اللي انا عملتها وصبعتها. انا عاملاها كبيره زي ما قلت لكم علشان خاطر هي ممكن تكش معانا شويه. انا حاطه الشوايه على النار اهي، خليها تسخن اهي. دي شوايه من الشوايات اللي هي القديمه قوي اهي، عندي كمان هي مكسوره عشان بقالها فتره. هعمل ايه؟ هعمل معاكم كده تجربه عمليه، يعني عشان خاطر احنا اصلا اتغدينا فهوريها لكم اهو. هعمل بس الصبعين دول كده قدامكم تجربه، وهغطي الشوايه الطبق عشان خاطر البخار اللي طالع منها يسويها. هنكون اول حاجه معلين النار قوي، وبعدين اول ما بحطها بوطي النار. طيب شويه كده قبل ما يادني بس تاخد لها وش كده على طول فيها لما هرجع لكم تاني. بصوا يا امارات انا هقلبها اهو على الوش التاني، حبيت بس اوريها لكم عشان خاطر تبقوا شايفين هي لا فكت ولا جرالها اي حاجه وماسكه نفسها. وانا بقلبها ومش لازقه ولا الهوا. خدتوا بالكم بقى انتوا النهارده انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم مساء الفل عليكم يا حبايبي حلوين، ما قلتلكمش ايه؟ ازيكم يا صحابي الحلوين؟ ليه بقى ما قلتش كده؟ يوم كده ويوم كده، خلينا بقى مختلفين شويه عشان ما تزهقوش وتملوا مني. حبايب قلبي بصوا انا دلوقتي هفتح عليها اهو، بصوا اللون اللي هي واخداه، هي كده خلاص استوت من كل جانب. وهي طبعا ايه؟ بصوا كشت اهو زي ما انا قلت لكم، طلعها بقى كده. مش قادره اقول لك بجد طعمها هيبقى حكايه. بصوا يا امارات انا هقطع لكم حته منها، بصوا بصوا مستويه من جوه ازاي، وجميله جميله وريحتها والله قلب البيت عندنا. عايزاكم تجربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. وكمان عايزه اوريكم حاجه تانية، بصوا الكميه اللي هي طلعت من نص كيلو بسم الله ما شاء الله، طلعنا من هنا والطبق دوت والطبق ده بسم الله ما شاء الله. طبعا انت لو عايزه تحفظيها في الفريزر تحفظيها في الفريزر مفيش مشكله، بتحطي بس ما بين كل طبقه وطبقه كده كيس او اي حاجه عازله علشان خاطر ما تلزقش في بعضها. تمام برده بقول تمام مفيش فايده، هعمل ايه في نفسي. والطبق برده تاني اهوت، وتحطي اهو وترصيها وتحطي على حسب الكميه اللي انت عايزاها، تبتدي ان انت تحطيها وترصيها في الكيس. انا كده خلاص يا جماعه خلصت معاكم الخلطه بتاعه النهارده بتاعه الكفته. عايزه اوريكم بصوا برضو الميه اللي هي بتاعه البصل القوطه دي فاضت معايا، ما ترميهاش، احتفظي بيها في الفريزر ومش هيجرى لها اي حاجه، وتقدري ان انت تصبعي بيها المره الجايه. انا النهارده بجد يعني اتبسطت ان انا كنت موجوده معاكم، وبتمنى فعلا ان انتوا تجربوها. انا عملت معاكم الوصفه بتاعه الكفته دي عشان حد من المتابعين قال لي اعملها لي. شكرا جدا ليكم، وان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي. باي باي.